من بعيد تبدو البيوت أطفالاً يرتمون في حضن أبيهم الجبل. الحياة تنثر رائحتها في المدى، والسماء تهدي زرقتها للمكان. بيوت ومزروعات وشوارع وممرات، شروق ونضارة وبهجة وحياة. مسفات العبريين، قرية آثرت العزلة في الجبل بعيداً عن صخب الحياة في ولاية الحمراء. من حاراتها العتيقة تفوح رائحة التاريخ القريب البعيد، البعيد القريب. البيوت الصخرية تحمل جدرانها العديد من الأسرار الشاهدة على تقدم فن المعمار العماني عبر العصور. هذه البلاد هذا ما في تاريخ عنها، ما حد وبدها. قبل عالي يقال له عرب من شات مع العين، وتحولوا من هناك من عالي وجايه هنا بني عمار، معتوا هذا النخي. حيثما وجد الماء وجدت الحضارة، هكذا علمنا أستاذنا التاريخ. وفي هذا المكان المنعزل تحت الجبل يصبح الماء هو الحياة نفسها. فبعد هذه المنطقة عن المدينة لم يترك مفرا للأهالي من التمسك بتلاديب الزراعة للعيش. لماذا اختار أهالي هذه القرية الوادعة بناء بيوتهم بالحجر لا بالسعف الذي كان متسيدا في تلك الفترة؟ ويأتي الجواب مختالا كعصفور منتشن، إنه البرد. الصخر قادر على حماية المسفاة من البرد القارس أكثر من قدرة سعف النخيل الذي لا قبل له بمجابهة الرياح. We'll be right back.
ولأن الحاجة أم الاختراع، فقد قاموا بزراعة هذه المدرجات ناثرين اللون الأخضر من قمة الجبل حتى قاع الوادي. تعليم القرآن والفقه هو الحائط الأساس الذي تستند عليه عمان في بناء أجيالها. وبحثاً عن الذات وصل العماني إلى دول الخليج، وفي زنجبار كانت له 1000 حكاية وحكاية. المرء هو ابن بيئته، هذا هو ما تنضح به الوجوه في مصفات العبريين. لقد ترك المناخ أثره على السحنات والنظرات وطريقة الحياة. Thank you.